السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. بإذن الله الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا، بالذات للتربية في وقت في فصل الصيف، في وقت الحر الشديد، بالذات في المناطق اللي درجة الحرارة فيها عالية جدا، 50 و60 درجة. الكوباية اللي هنستخدمها النهاردة للطيور بتاعتنا هتعوض كل الحاجات اللي الطيور بتفقدها في أثناء الحر، وهتخليك تقدري تربي طيور من غير ابدا ما تخافي من الحر، ومن غير ما تحصل عندك اي مشاكل. الحر يا جماعه زياده عن اللزوم بيخلي الطيور تفرهط خالص، وممكن لا قدر الله تموت فجاه وما تبقيش عارفه السبب. يعني مثلا حتى بالذات لو الفراخ البيضه، يعني الوصفه اللي هقولها النهارده تنفع لو كان عندك فراخ بيضه، فراخ بلدي، اي نوع، بط، حمام، اي نوع طيور بالنسبه للحر، الوصفه دي ممتازه جدا جدا جدا. تابعوا الفيديو وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. مش غاليه خالص، بجنيه بس، هتقدري تعملي مزرعه اثناء الصيف من غير ما تكوني خايفه ابدا ابدا من مشاكل الصيف. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الفراخ اللي قدامنا ديت عندها 3 شهور. ديت فراخ كانت راقده، يعني طالعه من ترقيد تحت البطه، اللي هما الفراخ اللي قصادهم اللي عمالين يبصوا عليهم من البتاع، دول امهاتهم، يعني دول ولاد التانيين الكبار دول. كنت مرقدهم تحت البطه وطلعوا، بس مش سبحان الله بقى طلعوا كلهم الحمد لله، يعني طلعوا كلهم ديوك. انا كان نفسي يطلعوا فراخ برابر يعني عشان يبيضوا، بس حلوين يعني، بارك الله في المرازق، كويسين. هربي منهم ديكين، والثلاثه التانيين بقى ايه هنصرف فيهم نذبحهم. طبعا انا من ساعه ما بدا بقى عندهم 3 شهور، حبيبتي اللي كانت بتسال اكل الفراخ، اكل التسمين ده لحد عمر كام؟ اكل التسمين ده لحد عمر 3 شهور. اول ما يبدا عندهم 3 شهور بنمنع خالص خلطات التسمين، وبنبدا ناكلهم زيهم زي الفراخ اللي بتبيض بالظبط. يعني دولت انا بحط لهم اكل نفس الخلطه اللي بحطها للفراخ البياض، وبالنسبه لاكل التسمين ده ما بحطوش لهم خالص، غير كل كده ما يصعبوا عليا احط لهم زي ما انتم شايفين كده ايه حفان واحد، او يعني كبشه صغيره كده بايدي كده، يعني علشان برضو ما بقاش حرمتهم قوي وقطعت الحاجه عنهم مره واحده، بيأثر جدا على فكره في الطائر، وتلاقيه خس قوي زياده عن اللزوم. وفعلا ده اللي حصل معاهم شويه، يعني تحس ان هم، بحس ان هم خسوا كده وهيبداوا يزعلوا، اقوم جايبه لهم بقى ايه يعني طرديه كده، واجيب لهم شويه اللي هي الخلطه بتاعه التسمين دي اللي هم متعودين عليها. الكوبايه دي يا جماعه مش عايزه اقول لكم، ديت اللي هتخليك تربي طول فتره الصيف ولا تهتمي، وهتلاقي طيورك بتلمع وزي الفل، وريشها بيلمع وصحتها حلوه، ومش فارق معاهم صيف ولا حر ولا اي حاجه، حتى لو الحراره 60. بس لازم تبقي عامله حسابك دايما، تعملي خلطات مهمه، وتعملي الخلطه اللي انا هقول لك عليها، هي مش خلطه يعني، تعملي اللي تديهم الكوبايه دي في بالذات الايام الحر الزياده عن اللزوم، وكل يومين كده ثلاثة، او كل يوم كل ما تلاقي الجو حر في الخلاط اضربي ليمون ونعناع على بعض، وحطيه في ميه بارده واسقيهم، والله هيدعوا لك. يا ريت بقى الليمون والنعناع ده لو تحليهم بمعلقه عسل اسمر، يا سلام، والله كده طيورك عمرها ما هتعاني من الحر ابدا، هيتحملوا معاكي الحر ويكملوا معاكي بامر الله. الكوبايه ديت يا جماعه هي عباره عن كيس بجنيه بنحطه، بيعوض كل الحاجات اللي ناقصه للطيور بتاعتنا من بسبب الحر، بسبب الاجهاد الحراري. هتقدري طول الصيف تربي مفيش اي مشكله، بالذات الفراخ البيضة واي طيور تانية، يعني حتى الكبار دول برضو ممكن يتعبوا منك، هتلاقي الطائر قطع عن الاكل وعمال يشرب ميه بس، يشرب ميه، ده نتيجه ان هو يعني جاله حاجه زي جفاف كده. فده غلط قوي قوي اننا نسيبه يفقد وزن ويخس وينشف، وبص تلاقيه مات بسبب ان انت اهملتيه واهم خدتيش بالك من حاجه بسيطه زي دي. الحر الزياده الطيور بتحس زيها زينا، الحر الزياده بيبهدل الدنيا وبيخلي الطيور تفقد قدرتها على انها تكمل. الشريط الكيس اللي احنا هنحطه النهارده هو محلول معالجه الجفاف، كلنا عارفينه، كلنا بنحطه للاجهاد بتاع الطيور الصغيره، لكن احنا دلوقتي هنستخدمه طول الصيف باذن الله، لان هو مليان املاح وحاجات بتعوض النقص اللي الطائر بيفقده بسبب الحر الشديد. لما احنا بنبقى حرانين قوي فجسمنا بيعرق، فبيستنفذ كل الايه الاملاح اللي فيه عن طريق العرق، كذلك الطيور بتاثر عليها جدا 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 عمليه الحراره الزياده دي. فلازم يكون عندك تهويه كويسه الى حد ما،
حرارة شديدة قوي، ممكن تحطي جوه المكان شفاطات تسحب الحرارة دي، تديهم زي ما بقولك كده مية ساقعة بعصير ليمون بنعناع، وتحليه بمعلقتين عسل أسمر، وتديهم بعد العصر تديهم محلول معالجة الجفاف ده، كيس واحد بس هيخليهم يرد روحهم فعلا بمعنى الكلمة، لأن هو فيه مجموعة من الأملاح عايزة أوريها لك. في ناس ممكن تستخدم بديل للعسل والسكر أو السكر والملح، ما أظنش إن ده يكفي، لأن ده في تركيبة معينة من الأملاح اللي الجسم بيحتاجها نتيجة إن هو حصل له إجهاد شديد. فالإجهاد الشديد ده بيبقى فيه أملاح معينة كده بتخرج من الجسم بتاع الإنسان أو بتاع الطائر. فالمحلول معالجة الجفاف ده بعدين مش غالي، يعني انت لو جبتي علبة ب 10 12 جنيه وخليتيها عندك هتكفيكي طول فترة الصيف، فمش مشكلة خالص. اللي عنده حمام وخايف عليه من الإجهاد الحراري، اللي عنده بط وخايف عليه من الإجهاد الحراري، اللي عنده فراخ بيضة وخايف عليه برضو من الحرارة الشديدة، اللي عنده طيور أيا كان نوعها، اتربي ويبقى عندك طيور وانت مرتاحة طول ما انت بتستعملي حاجات حلوة تخليهم يفوقوا. يعني الخلطة بتاعت العسل والليمون والنعناع دي هيشكروك عليها ويدولك عليها. والله تخيلي انت كده نفسك وانت في جو حر قوي قوي وحد قام مديك الكوباية دي، يا سلام، كوباية عصير ليمون بالنعناع كده ساقعة، بس مش تجيبيها ساقعة قوي تجيب لهم برد، لا يعني تكون باردة، في فرق بين باردة وساقعة، يعني تكون حرارتها حلوة لطيفة مش زي حرارة الجو، وما تجيبهاش تلج او ساقعة متلجة علشان ما يجيش ليهم برد وتتفاجئي بإسهالات وأشكال وألوان. النوع الفراخ دي عشان كده الناس كلها تسألني برضو، الفراخ دي نوعها جميزة اللي هي الصغيرين اللي هنا دول، إنما اللي ناحية التانية من السلك التاني الكبار دول خليط جميزة وفي فيهم بلدي هجين واللي هو بلدي مشعر يعني، واللي هما بياكلوه ده خلطة الرز مع الشيشة اللي احنا عاملينها قبل كده على القناة اللي هي بتاعة التسمين، خلطة ممتازة ورهيبة وما شاء الله عليها. اللي كان برضو بتسأل اعرف الديك من الفرخة ازاي، ما في يعني مفيش اكتر من كده وضوح، الديك اللي عرفه احمر كبير اهوت، والفرخة تلاقي ان هي ملهاش عرف خالص شكلها، الاتنين اللي بياكلوا دول في الحلة دول ملهمش عرف خالص، دول فرختين، وشايفين بقى واللي جم عليهم الاتنين التانيين دول، شايفين الطربوش بتاعهم الجميل ده، دول كده ديكين، دول نوعهم زي ما قلت لك جميزة وما شاء الله. ده هي الفراخ اللي انت مرقداها في البيت عندك دي بتبقي يعني بتبقى جميزة اصلي بقى، لان يعني اب من اب في السلالة بتبقى ايه اوضح. وطبعا بنأكلهم اكل البيت لما بيبقى عندهم 3 شهور عادي بتحط لهم اكل البيت، بس برضو ما هحطش حاجات مبلولة، وحذاري من العيش المبلول للفراخ بالذات حتى لو كبيرة وبتبيض، برضو العيش المبلول بيبقى غلط. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وصدقوني الوصفة على قد بساطتها بس بتأثر جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك، شكرا والسلام عليكم.